سلام المسيح مشاهدينا الأحباء، وبرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة. مرحبا أيضا بمشاهدينا على صفحة المرأة المسلمة على صفحتنا في الفيسبوك. الآن الحلقة تذاع مباشرة على صفحتنا في الفيسبوك. حلقة النهاردة موضوعها وعنوانها عبارة قرآنية كونت في أذهاننا فكرة فيها تفاصيل كتير عن الله، عن حياتنا وعن حياتنا من غير ما ناخد بالنا ان احنا لما بنسمعها بنسمع العبارة دي بنتعظ رعبا، اذا جاز التعبير ده. ويعني انا قصدي اني استخدم حتة اننا بنتعظ رعبا، وساعات بنقول العبارة دي احنا بنقولها واحنا ما احناش عارفين انه احنا متأثرين بفكر هذا الاله وبهذا التعبير. لما بنشوف مثلا ان احنا بنتأثر بطريقة سلبية من عمل حد من الناس، او حد عمل فينا حاجة ما عجبتناش، او حد اذانا في شيء، فبنقول ايه؟ ان ربك لبالمرصاد. كنا يعني زمان واحنا مسلمين كنا نقول كده، ان ربك لبالمرصاد، يعني ربنا هيجازيك ويجازيك جزاء عملك ده الشرير اللي انت عملته وينتقم منك، وكمان نزود عليها كمان كلمتين ثلاثه عن انتقام ربنا والكلام ده كله. وده ان ربك لبالمرصاد ده هو موضوع وعنوان حلقه النهارده. الايه دي في سوره الفجر. خلينا نشوف السلايد ده ونقرا الايه موجوده فين في سوره الفجر. سورة الفجر بتقول كده: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، إلى نهاية الآية لحد ما تيجي للآية 13 اللي بتقول إن ربك لبالمرصاد. أدي لسه في تكملة لسورة الفجر طبعا، لكن أنا عايزة أقف هنا عند الآية دي، لأنه هنا بيتكلم عن يعني الناس اللي عملوا حاجة طغوا، عملوا أشياء لم تعجب هذا الإله، فبيقول لهم بقى أنا وراكم بالمرصاد. كي؟ في تعليق جالي على الفيسبوك من سيدة اسمها أسماء، بتقول كده السيدة أسماء، بتقول إنه تفسير القرآن، أنا بقرأ لكم التعبير اللي هي بتقوله بالتحديد، تفسير القرآن للأخت أماني هم يبكي وهم يضحك. شكرا. بتقول لي كده زي ما تعبتي وقريتي القرآن كان لازم تقري تفسيره ولا يبقى هجس. ماشي يا أستاذة أسماء، وتفسريه أنت بقى علشان يخدم قناعاتك الشخصية. مين قال ربنا بيراقب ليعاقب فقط؟ هو ده اللي انت فهمتيه من الآية الكريمة؟ وطب ما تكملي قراءة السورة بدون قص ولزق علشان المعنى يتضح أكتر. أستاذة أسماء أنا معاكي، أنا هكمل لك الآية وأقرأ لك التفسير، مش تفسير واحد، تفاسير كتيرة. خلينا نبتدي بتفسير القرطبي. أنا يعني في اللي كتبته على صفحتنا في الفيسبوك قلت انه ان ربك لبالمرصاد لان هذا الاله يراقب ليعاقب. ده المفهوم لما يكون واحد واقف لك على الوحده، ها هو بيراقبك ليه؟ عشان يساعدك ولا عشان يعاقبك؟ هو بيراقبك لانه متوقع منك ايه؟ دي اسئله نسالها ونشوف القران بيقول عنها ايه، والحديث والاثر والناس اللي بيتكلموا في التفاسير. فنبتدي يا استاذه اسماء بالتفسير القرطبي. بيقول كده قوله تعالى ان ربك لبالمرصاد، اي يرصد عمل كل انسان حتى يجازيه بما قاله، حتى يجازيه به. ده قاله الحسن وعكرمه. وقيل ايضا أي على طريق العباد لا يفوت أحد، يعني هذا الإله قاعد على طريق العباد ما بيفوتش حد، هو مراقبك رايح جاي مراقبك. في فرق بين أن يراقب الله وأن الله مطلع على كل شيء، هنتكلم في ده، بس ده اللي بيقوله القرطبي. وقد مدى في سورة براءة والحمد لله، فروى الضحاك عن ابن عباس قال أن عليه أن على جهنم سبع قناطر، يسأل الإنسان عند أول قنطرة عن الإيمان، فإن جاء به تاما جاز إلى القنطرة الثانية.
سو انت انت لما تيجي تروح بقى ال في يوم في الاخره بقى هيحصل ايه؟ في 7 قناطر يمكن مثلا كباري ولا حاجه هتعدي منها. اوكي، واحده بتاعه الايمان تسال عنها، فاذا عديت يروح للثانيه، ثم يسال عن الصلاه فان جاء بها جاز الى الثالثه، ثم يسال عن الزكاه فان جاء بها جاز الى الرابعه، ثم يسال عن صيام شهر رمضان فان جاء به جاز الى الخامسه، ثم يسال عن الحج والعمره فان جاء بها جاز الى السادسه، ثم يسال عن صله الرحم فان جاء بها جاز الى السابعه، ثم يسال عن المظالم وينادي مناد إلا ألا من كانت له مظلمة فليأتي فيقتص للناس منه، فيقتص للناس منه، فيقتص له من الناس، فذلك قوله عز وجل إن ربك لبالمرصاد. ده قصاص الله، إنه بيقول لك بقى أنا أعيد لك بالمرصاد، أنا حافظ، أنا عارف أنت عملت إيه. بس خليتوا بالكم كده إنه كل الحاجات اللي اتكلم عنها هنا دي كلها أعمال، الصلاة والزكاة وصلة الرحم والكلام ده كله، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، الحاجات اللي هي التعليمات اللي احنا خدناها مشينا عليها، أدينا يعني حطينا علامات صح كده على كل واحدة ولا لأ، هو ده اللي حيوزن لك. لكن القلب، أين القلب؟ أين الإيمان القلبي اللي يغير شخص الإنسان، ها، فيخليه يبقى مستقيم القلب والحياة أمام الله؟ دي كلها المقاييس هذا الإله قاعد يرصدها للناس، أعمال، وكأنه يعني خلق الإنسان علشان يحسب عليه هذه الأعمال والفروض اللي فرضها هو عليه. كي وقال الثوري لبالمرصاد، يعني جهنم عليها 3 قناطر، واحد قال 7 واحد قال 3، قنطرة فيها الرحم، وقنطرة فيها الأمانة، وقنطرة فيها الرب تبارك وتعالى. قلت أي حكمته وإرادته، والله أعلم. وعن ابن عباس أيضا لبالمرصاد أنه بيقول إيه؟ أي يسمع ويرى، يعني هو سامع وشايف وقاعد حاسب برضو كل حاجة، كل ده. وده قول حسن، يسمع أقوالهم ونجواهم، وحتة نجواهم دي لازم ننتبه ليها، لأن النجوى هنا هي مش مناجاتك لله، نجواهم هي هشرحها لكم بعد كده، بيشرحها لنا أحد الشيوخ المعاصرين، وبيقول لك إن النجوى دي هي المكائد، وهنشوف إزاي ده هيحصل. ويرى أي يعلم أعمالهم وأسرارهم، فيجازي كلا بعمله. وعن بعض العرب أنه قيل له أين ربك؟ فقال بالمرصاد. وأنا يعني عايزة أقف هنا عند دي وأقول أنه العربي ده اللي سألوه أين ربك، قال لهم ده واقف لي على الوحدة، ده واقف في سكتي، يعني مش بيحفظني، لا ده حافظ كل حاجة أنا بعملها، مش بيحفظ حياتي، مش بيوجهني، مش بيأدبني، مش بيعاونني، ده حاجة المعونة والمحبة الإله اللي بيعين الإنسان حتى أنه يعيش حياة كريمة، غير الإله الذي يحصي كل شيء علشان يشوف أنت عملت إيه وقدمت إيه ودفعت كام، الحسابات دي. قلبي يشفق على كل إنسان عاش مثل هذه الفكرة عن الله، وأنا واحدة منهم، أنا واحدة منكم، أنه هذا الإله الذي يقف في طريقي ليحصي أخطائي. أوكي، خلينا نشوف يعني كم تفسير تاني علشان ما نبقاش قرينا بس القرطبي. آدي الميسر بيقول هؤلاء الذين استبدوا وظلموا في بلاد الله، فأكثروا فيها بظلمهم الفساد، فصب عليهم ربك عذابا شديدا. إن ربك، ويقول له كده أيها الرسول، لبالمرصاد لمن يعصيه، يمهله قليلا ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. هكذا يتعامل هذا الإله مع الناس اللي واقف بيعدلهم. السعدي بيقول إن ربك لبالمرصاد، أن ربك لبالمرصاد لمن يعصى، يمهله قليلا ثم يأخذه أخذ عزيزا مقتدر. الوسيط للطنطاوي إن ربك لبالمرصاد، قوله سبحانه إن ربك لبالمرصاد، تزييل وتعليل لإصابتهم بصوت عذاب.
هذه هي اللغة اللي بيتعامل بها القرآن وتفسير القرآن لموضوع إنه هذا الإله واقف لنا بالمرصاد. والمرصاد في الأصل بيقول كده اسم للمكان الذي يجلس فيه الجالس لترقب أو رؤية شيء ما. عارفين اللي قاعد يترقب كده في وسط الطريق لحد ما تعدي القافلة فيروح مثلا يقتنس منها شيء أو يأذي حد أو كده، اللي قاعد مستخبي علشان يشوف يراقب الناس مثلا. يعني ممكن الصورة دي في التعبير ممكن تديك أفكار كتيرة جدا عن شكل هذه العلاقة مع هذا الإله. بيقول كده إن ربك أيها الرسول يرصد عمل كل إنسان ويحصيه ويجازي به. أهو يا أستاذة أسماء بيقول لك إنه يجازي به، هتجازي بعملك. ماشي، أنت موافقة إنك تجازي بعملك لأنك فاكرة إنك تقدري بعملك تنقذي نفسك، لكن الواقع إن كل إنسان منا عمله لا يستطيع أن يقيمه أمام الله، لأن كل عمل بتعمليه هو نفاية أمام الله، لأنه كله نابع من خطيه، كله نابع من فعل بشري جسدي لا ينتمي لقلب الله في شيء. كي؟ بيقول كمان في هذه الآية الكريمة تخويف شديد للكافرين وتهديد لهم على إصرارهم في جحودهم، وإنهم إذا ما صاروا في طريق الجحود والعناد سيصيبهم ما أصاب هؤلاء الطغاة. نعم، هو يراقب ليعاقب ويجازي. خليني أرجع لانطباعاتنا عن هذه العبارة. عارفين أنا يعني قلت ليه فكرة إن الواحد لما كان بيسمع العبارة دي يعني كنا بنتعظ رعبا، لأن الصورة الذهنية بتخليك على طول تشوف إن هذا الإله وراك والزمن طويل مش حسيبك، يا إما مراقبك أو باعت مخبرين وراك يراقبوك. مين بقى المخبرين دول؟ الملائكة اللي قاعدين على كتافك، وإحنا تعلمنا كده، واحد ملاك من هنا واحد ملاك من هنا، وكل واحد عمال يكتب لستة وإنت في النص أمام إله هو أيضا يراقب كل أقوالك وأعمالك وأفعالك. مين مننا يستطيع أن يستقيم أمام قداسة الله بحتى أفكاره الداخلية اللي أنت بتقدرش تنطقها؟ عارفين المشكلة في الصورة دي هي أنا وإنت، طبيعتنا الشريرة اللي مش ممكن يغيرها إلا الروح القدس، روح الله الحقيقي. في فرق بين أن يكون الله كلي المعرفة دائم الحضور وإنه يكون شغله الشاغل مراقبة أعمالك وأقوالك وقراية كشف حساب بيكتبوه الملائكة. يعني هل إله الكون خالق الكل محتاج إنه يقعد يكتب لحد كشف حساب، أو ينادي حد على حد يقول له تعالى أخلص لك منه، أنت ليك عنده حاجة ونخلص من بعض؟ يعني فكرة هذه المحاكمة اللي هيقف يتكلموا قدام بعض بقى يقول لك ده أنا ليه عنده كذا وده ليه عنده كذا، الفكرة دي فكرة أرضية جسدية بالكامل ملهاش علاقة بقداسة الله والوقوف أمامه. الإنسان عندما يقف أنا وإنت دلوقتي، لو غمضت عينيك كده قلت له رب أنا عايز أقف قدامك، هتلاقي إن قلبك وروح الله بيقول لك قد ايه انت، يعني يوريك الخطايا اللي جواك. فالواحد يتكسف، انا مش محتاجة ان انا اعدد الخطايا او حد يعدد لي خطايا، انا عارفها كويس. الله مش محتاج انه يعدد خطايا حد، هو عارفها كويس. بس هو مش قاعد يحصي اعمالك واقوالك ويقرأ كشف الحساب اللي بيكتبوه الملائكة. دي الصورة الذهنية دي صورة عن شخص الله اتكونت في وجدان المسلمين، يعني وشوهت صورة الله في أذهان المسلمين، لكنها صورة مرعبة اتعودنا عليها فأصبحت مقبولة لنا زي كصفة من صفات هذا الإله بيتعايش معها المسلمين.
انه مراقب وانه محاسب وانه منتقم وانه جبار وكده وانه رقيب عليهم على طول، حد مراقبهم، اتعودنا على الفكره دي. ولكن هذه الفكره لا تستقيم مع شخص الله الحقيقي. فاكرين في الافلام المصريه القديمه كان في يعني صوره المخبر اللي تلاقيه دايما متخفي ورا الجورنال المخروم ده، جريده مخرومه، ولابس البلطو الكاكي المعهود وملامحه كده متجمدة ومخيفة، يعني فتحس انك متراقب على طول الخط. الصورة اللي انا اللي حطوها لنا دي كانت في فيلم من افلام اسماعيل ياسين طبعا، لكن شوف النابلسي بيقول ايه، انا اشهر مخبر سري، وهو مش سري ولا اي حاجة، هو مكشوف للعالم كله، ويعني وتحس ان هو خلاص اما يبقى بيراقب حد يبقى ماشي كده في قفاه وهيمسكه من دراعه ويتمشى معاه زي ما بيقولوا، اوكي. لكن دي صوره كوميديه اللي احنا شفناها، لكن الواقع انه اللي انا كان نفسي تشوفوه من الصوره دي ان هذا الاله المتخفي ما هوش متخفي ولا اي حاجه، هو واضح، شخصيته واضحه انه موجود علشان يدينك. إذن هذا ليس هو الله اللي خلقك، الله اللي خلقك عايز يديك فرصة. خليني ارجع لفكرة المخبر مرة تانية. فكرة هذا الإله المراقب دائما خلتني افكر في موضوع المخرج المخبر ده. احنا في الشرق بتحس على طول انك متراقب طول الوقت. في الحقيقة انا كنت دايما بحس بالخوف والضيق وانا بتفرج على المشاهد دي، واكتشفت ليه بعد كده، لاني كنت بشوف في نفسي صورة الإنسان المتراقب دايما ده، على طول عنده إحساس إنه عامل حاجة غلط. يعني أنا لو في وقتها كنت بقول ما هو أنا لو حد مشي ورايا أكيد هيشوفني بعمل حاجة غلط، ما أنا بعمل حاجات غلط على طول. افرضوا إنهم افتكروا إن أنا عملت حاجة غلط، حاجة يعني مرعبة إنك تبقى متراقب على طول، فتحس إنك غلطان، تحس إنك فيك حاجة يعني مكسورة دائما. الإنسان الصادق مع نفسه هيكتشف إنه دائما عنده مشكلة، مش هتعجب هذا الإله، دائما هيكون فيه حاجة غلط، لأنك أنت شايف جوه قلبك. الكتاب المقدس بيقول كده، الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، مش عقاب الله، أعوزهم مجد الله. اللي أنا بقوله لكم النهاردة ده قضية كبيرة ومشكلة كبيرة في التعليم الإسلامي، في مشكلة كبيرة في شخصية هذا الإله. عندما ننظر لأنفسنا منذ بدء الخليقة إلى اليوم، إحنا دائما نتجه إلى الاختيارات اللي تشدنا للخطية مش تشدنا لله، فإحنا عارفين نفسنا. لكن الله الحقيقي لما يقول كده أعوزهم مجد الله، مش بيقولك أعوزهم عقاب الله، مش بيقولك أعوزهم تصحيح مسار من الله، لا، مش بيقول لك أعوزهم مثلا ضربتين ثلاثة مرض مش عارف، لا، ده بيقول لك ربنا عايز يوريك مجده، عايز يضع عليك مجده، محبته، غفرانه، فيديك فرصة للتوبة. صحيح في ناس بتعاند وفي ناس بتؤدب بطريقة شديدة، ولكن ده دايما بيكون نتيجة اختياراتك، مش نتيجة ان الله عايز انه يضعك في اي يعني وضع يكون فيه مكروه ليك، بالعكس الله عايز يعينك ويستخدمك لمجد اسمه، وعايزك تعيش حياة فيها حياة افضل، وحياة فيها كرامة، وحياة فيها نجاح، وحياة فيها قوة منه، وحياة فيها نصرة على الخطية بيه. مجد الله هو المسيح، هو تقديمه غفران لينا على خشبة الصليب. احنا كنا محتاجين ده، لانه الحياة وانت متغطي بالمسيح وعمل غفرانه ليك كل خطاياك، يعطيك فرصة امام الله انك تعيش حياة، عندك فرصة فيها انك تكون انسان يعني تستطيع انك تعيش بقوة الله. هنتكلم أكتر في الموضوع ده، لكن خليني أرجع
قضية المشكلة الكبيرة اللي في التعليم الإسلامي عن شخصية هذا الإله. أدلتي على أنه شخصية هذا الإله لا تدل على أنه إله، بل تدل على أنه معتدي على الإنسان، ما جاتش من الآية دي وحدها، لأن القرآن مليان بالآيات اللي بتعضد هذه الآية. لما نشوف يعني اسم من أسماءه، من أسماء هذا الإله، بيقول كده أنه أسماء إله الإسلام فيها اسم الرقيب. خلينا نشوف المعنى لهذا الاسم. معنى من معاني الاسم ده بتدلك على أنه دائما هو المراقب لعباده، وأنه بالمرصاد لهم. فخلينا نشوف يعني إيه كلمة رقيب. الرقيب من أسماء الله تعالى، بيقول كده، وبيقول قال الله عز وجل إن الله كان عليكم رقيبا، وكان الله على كل شيء رقيب. الأحزاب، وقال تعالى عن نبي عيسى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. المائدة. فكلمة رقيب دي اسم من الأسامي المهمة لإله الإسلام، هو مراقب لكل شيء. الرقيب يعني المراقب، المطلع على أعمال العباد، الذي لا تخفى عليه خافية. ويدخل في معنى الرقيب أيضا المدبر لأمور الخلق وكل شيء. أوكي. إن الله كان عليكم رقيبا، بيقول برضو، والرقيب في صفة الله تعالى هو الذي لا يغفل عما خلق فيلحقه نقص ويدخل عليه خلل. هو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء من أمر خلقه. وإن الله كان عليكم رقيبا. أوكي. الرقيب هو المراقب اللي قاعد مراقبك على طول. الكتاب المقدس بيتكلم عن أنه الله عيناه ترى كل شيء، وأنه عيناه ترى السماء والأرض، وأنه عيناه ترى الإنسان، وأنه عيناه ترى قلبك، وأنه عارف بكل الأمور. ولكن هناك فرق بين المراقبة والتربص. هناك فرق بين المعرفة اللي الله عارفها عنك، وأنه قلبه لك دائما عايز يعطيك فرصة للتصحيح، للتبديل، لأنك تكون أفضل، لأنك تقوم طريقك. الله في الكتاب المقدس منذ بداية الخليقة إلى اليوم هو يعطي للإنسان فرصة للحياة، ويعطي للإنسان فرصة للاختيار. تكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن حرية الاختيار. الله أعطاك ده علشان يكون عندك دائما فرصة لأنك تغير حياتك. عارفين الأب والأم أما بيربوا الأولاد بيكون في ذهنهم إيه؟ إنهم عايزين الأفضل لأولادهم، إنهم عايزين ينموا كل إمكانيات الأولاد علشان الأولاد يعيشوا حياة أفضل، يكونوا ناجحين، يكونوا يوصلوا لأهدافهم، تكون أخلاقهم كويسة. المفروض يعني الناس الأسوياء، مش كده؟ فدايما الأم الحكيمة تبص كده لأولادها وتشوف المواهب اللي موجودة فيهم، وتشوف كمان غلطاتهم. الأم الحكيمة ترى أخطاء أولادها وتساعدهم أنهم يخرجوا من هذه الأخطاء إلى معرفة حق الله في الكتاب، كيف نعيش بحق وكرامة الله ونقوم الأعمال والأخلاق حسب قلب الله، مش كده؟ لأنه في أمهات ما بيشوفوش الكلام ده. فأنا بقول الأم الحكيمة تربي حسب قلب الله، لكن في نفس الوقت وهي بتربي وتقوم الأخلاق بتبقى شايفة كده أنه ابني ده عنده موهبة في الحتة الفلانية، لو صلح مساره هيقدر يكون مثلا مهندس ممتاز، رسام ناجح، وهكذا. بتشوف اللي جاي في المستقبل ومن المواهب والعطايا اللي هي بتحاول تنميه فيها، اللي موجودة عنده وربنا حطتها فيه، مش كده؟ الله بيتعامل معنا بنفس الطريقة. الله بيعطيك كل شيء بمحبته علشان خاطر تكون إنسان أفضل، ابن أفضل لما تكون عايش معه. لكن يعني ده المربي، المؤدب، المحب، الأب. لكن المراقب كل اللي عليه إنه يراقبك، اللي أنت عملته غلط، اللي أنت عملته صح،
زي مثلا واحد قاعد بيراقبك في الامتحان يروح مديك انذار وكارت احمر، انت غشيت يروح مطلعك بره الامتحان، مش كده؟ مش يعني مش يعلمك يديك الادوات اللي تشتغل بيها فما تضطرش انك تغش، مش كده؟ ففي فرق بين المراقب والله المحب اللي عايز يغير حياتك، اللي هو متواجد فيها مش معزول عنها، مش قاعد بره الملعب وسايبك انت تعمل اللي انت عايزه وبعدين في الاخر يعاقبك كده. انا قلت لكم انه المعنى الاسم المراقب، وانه ان ربك لبالمرصاد ده، وهذه الفكره لم تاتي من صوره واحده. الشيخ المنجد في حديث ليه في فيديو هنحطه لكم على الفيسبوك بيقول كده، بيتكلم عن الايه دي وعمل مقدمه حلوه جدا، انا هقولها لكم زي ما هو قالها كده، بيوريك ليه انه ربك لبالمرصاد. فبيقول كده، شوف الآيات اللي هتكلم عنها دي، بيقول هو في الآيات دي بيثبت أن الله مراقب ومعاقب ومنتقم وبالمرصاد وكل حاجة. فبيقول كده، إن الله عزيز ذو انتقام، يمكرون ويمكر الله، إنا دمرناهم أجمعين، إنا من المجرمين منتقمون، فانتقمنا من الذين أجرموا، كيف كانت عاقبة مكرهم، أن إنا دمرناهم أجمعين. دي كلها آيات، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ويروح مكمل بقى إيه حتى الآية بتاعت إن ربك لبالمرصاد. هذه هي الصورة الحقيقية لإله يتكلم عن يعني فكرته عن الإنسان بتلغي فرص النجاة للناس، للمجموعة الأكبر من الناس على الأقل. الصورة الذهنية المقدمة لنا لو احنا فكرنا فيها هتلاقي ان هذا الاله ذو الانتقام والذي يمكر ويمكرون وهو خير الماكرين، وضع نفسه كند للبشر، عنده طار معاهم، في مطاردة درامية عالية جدا بينه وبين الانسان، ودي مش صورة الله ابدا. الصورة دي الحقيقة النهاردة الصبح وأنا يعني قاعدة بعيد قراية الآيات دي تاني وبعيد قراية الفكرة، لقيت أن أنا شايفة أنه فعلا هذا الإله وضع نفسه ضد الإنسان، والحل الوحيد أنه اللي بيتكلم ضد الإنسان واللي بيضع نفسه في مكانة الله هنا هو الشيطان نفسه، اللي بيتكلم من خلال الآيات القرآنية دي، اللي عايز يهلك الناس، اللي عنده طار معاهم منذ بدء الخليقة. والكتاب بيقول كده انه عنده طار مع الانسان، ومنذ بدء الخليقة الى اليوم وهو بيحاول تدمير الانسان لانه عارف محبة الله للانسان. ودي مرة تانية مش صورة الله الحقيقي ابدا. نعم، خليني أقول أنه جالي سؤال النهاردة على التويتر بيقول كده أنه في آية في سفر التثنية 32 بتقول بتتكلم عن خليني أقرأ لكم الآية، بيقول كده أنه لأن الرب يدين شعبه وعلى عبيده يشفق حين يرى أن لا استنوا، هي الآية اللي قبل كده بيتكلم فيها عن لي النقمة والجزاء، لي النقمة وأنا أجازي يقول الرب. الرب هنا بيتكلم عن هل يجازي الله، هل يغضب الله، هل يعاقب الله؟ نعم، لما نتكلم عن الله محبة لا نستطيع أننا ننكر أن الله يغضب وأن له نقمة ضد الشر، ضد الخطية، مش ضد الإنسان. لازم يكون ده واضح بالنسبة لنا، إن الله مش ضد الإنسان، الله ضد الخطية، لا يتعامل مع الخطية، لا يقبل الخطية. ولكن الإنسان اللي يخرج بره إطار الله ويصر على الحياة في الخطية حتى ولو كان من ضمن شعب الله،
في العهد القديم شعب الله كان يصر على الخطية، كان الله يعني يسير معاهم من أول مثلا ما اختارهم، يسير معاهم ويأكلهم ويشربهم ويخرجهم من الأسر. وشفنا مثلا الضربات اللي حصلت على شعب مصر علشان ينقذ شعبه. هذا الشعب رأى جميع كل هذه المعجزات ولكنهم تمردوا على الله. ويحصل إيه بقى لما بيتمردوا على الله؟ مش بس بيتمردوا على الله عشان جعانين، لا، ده بيتمردوا على الله مش عشان يأكلوا ولا يشربوا، لا، يتمردوا على الله كمان وياخدوا آلهة أخرى. ففعلا كان الله بيغضب من هذه الخطية ويعود ويشفق على شعبه مرة أخرى ويشفيهم ويعينهم ويعطيهم طريق آخر ويعطيهم مغفرة أخرى. دائما الله كان يعطي فرصة أخرى، ولكن موضوع أنه يحصل أنه يكون في عبادة وثن ضد الله، زنا عن محبة الله واتباعه، طبعا دي تغضب الله. دول كانوا بيخرجوا كده عن إطار أن هم أبنائه، بيرفضوا يكونوا أبنائه. لما أما الله يعطيك حياة وانت تقول له لا، انا مش عايز الحياة بتاعتك دي، انا عايز اروح اعبد آلهة الاوثان الاخرين وابني لهم كمان مرتفعات. فكان الله يغضب من شعبه ويعاقب شعبه، صح، ولكن دائما كان هناك فرصة للعودة وفرصة للحياة. الله يصبر على ابنائه. في المسيح هناك طريقة اخرى للحياة. لما جه المسيح ومات عني وعنك، وانت قبلت المسيح، انت غفرت خطاياك بالكامل. لكن هل تخطئ؟ نعم نخطئ، لكن هنا الله ما ينهكش، ولكن يؤدبك، يعينك، يرعاك. الرب يسوع قال عن نفسه انه هو الراعي الصالح، يرعى الراعي الصالح، يبذل نفسه عن الخراف ويرعى الخراف، يرعى الخراف. حتى لما تخرج وتخطئ يروح ويجيبك ويمشي معاك ويضعك في المكان الأمين حتى تنمو وتعود مرة أخرى لحضيرة الآب. في فرق بين إله ينتظر للعقوبة ويترقب للعقوبة، وإله ينتظر لفرصة الحياة، إنك تعود مرة أخرى للحظيرة، لحظيرة الآب. المسلمين بيضحكوا ويقعدوا يتكلموا علينا وتقولوا الخروف والذبيحة والكلام ده كله. على فكرة الأمثال اللي بيجيبها الكتاب المقدس دي أمثال مهمة جدا. الخروف الضال ده يعني الإنسان بيتمثل في هذا الخروف الضال، اللي يعني حقيقي هو الخروف ده مش ذكي أبدا، ما عندوش أي نوع من أنواع الذكاء. لكن ومع ذلك الراعي بياخده ويحاول أنه يعني يعيده للحظيرة ويعيد تأديبه ويعيد تأهيله ويعيد رعايته بنفس الطريقة، حتى ولو انه ما هوش ذكاء. ومعظمنا على فكره احنا مش اذكياء ده. اوكي، فالله النهارده عايز يديك فرصه انك تعرف من هو الاله الحقيقي، الاله اللي بينه وبين عبيده المطارده الدراميه دي هو الشيطان نفسه، وده اللي بيمثل نفسه في الاسلام والتعاليم الاسلاميه. لكن ده مش صوره الله الحقيقي ابدا. في موقع للشيخ النابلسي بيقول كده، بيتكلم في محاضرة ألقاها عن موضوع إن رب كلب المرصاد، وبيقول فيها خليني أقرأ لكم بعض الآيات اللي هو بيشرح بيها موضوع إن رب كلب المرصاد. بيقول كده، طيب خليني قبل ما أكمل القراية دي خليني أخذ مكالمة. أوكي الأخت، سلام المسيح. أخت ماري أهلا بيكي. والسلام عليكم أخت أمامي. أنا سألت لي لو شهر التلفزيون عنا المرة ما كتير كان خربان تلفزيونكم. سمعتك أخت أماني. أنا سمعاكي حبيبتي، سمعاكي كويس قوي.
تفضلي. يا حبيبي حبيبي المسيح، المسيح عم يجي على الباب وبيقرا على الباب، أمين. بقول له اذا فتحته اتعشى معكم. نعم. يسوع وديع متواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. أمين يا حياتي، الله مش ظالم. وقت صدوم وعمورة انت عرفتيها، قال لهم في 40 في 30 في 20 في 5، ما كان في حدا. نعم. رهبة الرب، ما كان في حدا. الله مش ظالم، الله بيعطيكي فرصة. نعم. الله أنا عطاني فرصة، أنا كنت خاطي، أنا كنت خاطي يا أخت أماني. أنا الله عطاني فرصة تصير بهالعمر حتى أندم على خطيتي كلها. أوكي أخت أماني، أمين. أنا فهمينا سمعاكي. هيك. الله قولي لي أخت قلبي ماري، اجعل أخت ماري، قلبي. نعم ممكن يا أسألك حبيبي، عندك كم سنة؟ عندي 77 سنة. ربنا يباركك ويديكي عمر في محبته وفي خدمته. بتقولي المسيح أنا غفر أخت لك، مش كده؟ إيه، نعم أيوة نعم أيوة يا حياتي، على الكنيسة وبصلي وبقرا الإنجيل، وأكتر شي بحب أسمعكم أنا على تفسير الإنجيل. خليني أحكي ست أماني مش سمعتي. أنا سامعاكي، تفضلي. إيه أنا دايما بحضركم هلا اليوم، شفتي الإذاعة مظبوطة، كتير بنبسط بتفسير الإنجيل عندكم. هلا شكرا. صرت حافظ الإنجيل من وراكم، يعني حافظته، بس طبعا عهد القديم كتير مش حابه اقرا عهد القديم. وقت اسماعيل واسحاق هدول انا مش فاهمتهم مزبوط، بدي اقراهم. وانا مبسوطه كتير ان انكم انتم والاخ اخ الاخ اللي نسيت اسمه، دايما بيعطي درس بالانجيل دكتور أشرف، كتير بحبه. دكتور كان أشرف، حلو دكتور اشرف، أيوة. سلميلي عليه حاضر وعلى عيني، الاخ وحيد. ماشي كلكم حبيبتي، حبيبي، انا كلكم بحبكم. أنا مبسوطة أني شفت الإذاعة اليوم ربنا وشفتي يباركك، أخت كتر خيرك. أماني. خليني أصلي من أجلك يا أخت وأنا ماري، بحس ممكن أصلي من أنا أجلك؟ بحس أنا بحسدكم. يا ريت بتصلي من أجلي، لأن أولادي مش مناح معي يا أماني. أمين. خلينا نصلي من أجلك ومن أجل صلوا لي أولادك ومن أجل عيلتك. يا رب احنا بنشكرك يا ريت. نمجدك ونعظمك يا رب، نشكرك لأنه حتى في العمر المديد اللي أعطيته الأخت ماري، هي الآن ابنة ليك وأنت حافظها يا رب، وأنه أنت بتدينا فرص. أنا مش عارفة هي إمتى جات لمعرفتك، ولكن يا رب أنت لم تيأس من أنه بنتك تعرفك، وأنا بصلي من أجل أنه أولادها كمان يعرفوك ويكرموك ويكرموها في حياتهم وفي حياتها يا رب في اسم يسوع. رب أنا بشكرك من أجل الشفاء الروحي حبيبي. اللي في حياتها، وبصلي هذا الشفاء الروحي لبيتها ولأولادها وأحفادها في اسم يسوع. أمين حبيبي. أمين يا أخت والله ماري. أنا بحسدكم قديه متعلقين بالإنجيل طيب الله الله معكم. أمين، يلا شكرا. الله يكون معك يا حياتي. طيب شكرا. يا حبيبي بارك. طيب خليني أرجع أنا سعيدة بالشهادة دي. يعني أكتر شيء بيسعدني لما الناس تتصل وتقول المسيح غير حياتي، وهي دي الرسالة اللي ربنا عايز يقولها لك ويقولها لك النهاردة. الله عايز يغير حياتك علشان تعرفي محبته وتعيشي بيها، وحتى في وسط الصعاب تقدري تقولي أنا ما فيش حاجة تسعدني أكتر من أنه المسيح غير حياتي وخلصني وأعطاني حياة أبدية. بصلي أنه كل حد بيسمعني النهاردة تكون دي صلاة قلبه. خليني أرجع تاني لموضوع الشيخ النابلسي، لأنه مهم قوي أربط الفكرة هنا. أنا كلمتكم عن شكل هذا الإله اللي واقف بالمرصاد، وأنه بينه وبين الإنسان ندية ومباراة كده، تحس أنه واقف له على الوحدة، مش كده؟ لكن في الشيخ النابلسي بقى بيفسر بعض الآيات ويربطها بموضوع إن ربك لبل مرصاد، بيقول كلام ممكن نوافق عليه، وأنا دايما على فكرة بحب تفسيراته. بيقول كده إن علم الله ليس قاصر على حركاتك وسكناتك، بل إن كل ما في الكون خاضع لعلم الله، فعلم الله يتعلق بكل ممكن في الكون، والله سبحانه يعلم السر وأخفى. فهو يعلم ما تعلن ويعلم ما تخفي ويعلم ما خفي عنك. وإذا علمت أن الله يعلم، فلا بد لك أن تضبط سلوكك. هل علم الله فقط يخليك تضبط سلوكك؟ ده سؤال. كلنا عارفين أن الله عارف، لكن هل ده بيخلينا نضبط سلوكنا، ولا
الشهوات الجسدية بتقود الإنسان أكتر من معرفتك بالله أم لا، مش كده؟ إن لم يكن شيء يغير قلبك من الداخل ويعطيك شهادة زي اللي قالتها الأخت مريم دي. بيقول الآية اللي بتقول ألم ترى إن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. انتبهوا بقى معايا في الحتة دي، لأن دي اللي بتدلك على شخص هذا الإله. بيقول فإذا كان هناك 3 أشخاص جالسين في مجلس، وكان فيهم رجل موظف من قبل جهة قوية بيدها زمام الأمور، فالكلام عندها سيكون منضبط إلى أقصى درجة. فكيف إذا علمت إن الله موجود مع كل 1 أو 2 أو 3 ها ماشي، أو 4 أو 5 أو 6 أو أدنى من ذلك؟ النجوى بقى بيقول لك هي إيه النجوى دي؟ النجوى هي الكلام غير الصالح للنشر، الكلام اللي ما تقدرش تقوله في العلن. والكلام ده هو اللي بيتكلم عنه القرآن، أنا في وسط دول اللي بيقولوا الكلام اللي ما يقدروش يقولوه قدام الناس، اللي هي المكائد، أي كلام مؤامرة. وقد بيقول لك بقى، وانا قد ذكرت في الدرس الماضي ان عمير بن وهب قال لصفوان بن اميه لولا ديون ركبتني ما اطيق سدادها، ولولا اطفال صغار اخشى عليهم العنت لذهبت وقتلت محمد ورحتكم منه. فهذه نجوه مؤامره على محمد، ومن هنا جت هذه الايات. اوكي. وبيقول كده الله سبحانه وتعالى معه هؤلاء يعلم ما يقولون، ما يكون من نجوى 3 إلا وهو رابعهم، أي أنه معهم يستمع إليهم ويعلم نواياهم ويعلم خبثهم وسوء طوياتهم، وسوف يحاسبهم أشد الحساب. كي؟ بيقول كده أن الآيات دي يعني بتقول لك أنه هو في يعني في الخلاصة بيقول إنه الآيات دي بتوضح إن الله قاعد في وسط هؤلاء اللي بي 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 بيكيدوا ضد الرسول، وهو بيتكلم بصفة عامة. يعني هو بيقول لك الآية دي مش بتتكلم بس عن الحادثة دي في موضوع الرسول، وحتى قال كده على إن ربك لبالمرصاد. دي آية عامة ليها تأثير خاص في الحدث اللي كانوا بيتكلموا فيه، وليها تأثير عام عن شخص الله نفسه. فهو بيقول لك ان دي حاجة من علامات شخص الله. هذا الإله المتواجد في وسط المؤامرة، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. من هو هذا الله؟ احنا قلنا قبل كده ان الله لا يمكن ان يمكر، وان الله لا يمكن ان يكون فيه خبث او مكر، لان الله قدوس لا يمكن ان يكون فيه شر، وان المكر شر ما تقدرش تنكره. ارجع كده للاخت اسماء واقول لها خلينا نشوف يا اخت اسماء القص واللزق اللي على حقيقته. القص واللزق الحقيقي هنا هي سرقه محمد بعض الافكار علشان يحطها في القرآن والأفكار الإسلامية من الكتاب المقدس ومن العهد القديم وكده، وإنه هذا الإله يريد أن يضع نفسه ندا لله. في الكتاب المقدس في آية بتقول كده، إنه حيثما اجتمع 2 أو 3 باسمي فهناك أكون في وسطهم. ده في إنجيل متى. أبناء الله لما بيجتمعوا باسمه، واسمه سلام، واسمه محبة، واسمه عمانوئيل الله معنا، ها ده اجتماعنا يمجد اسم الله في حياتنا وحياة الآخرين. نجتمع لنصلي من أجل أنفسنا ومن أجل الآخرين ومن أجل بلادنا ومن أجل أن يتواجد الله وسطنا للمعونة وليس للمكر، للبناء وليس للهدم. نعم الله يعلم كل شيء ويرى كل شيء وعيناه في كل مكان، ولكن ليراقب، مش ليس ليراقب ولكن ليعين، هو الراعي الصالح. خليني اخد مكالمة. مين معايا؟ اوكي، معانا الاخ محمد. سلام المسيح اخ محمد، اهلا بيك، تفضل. السلام عليكم. سلام ونعم عليك، اهلا بيك. اهلا بيك، تفضل. والله انا كنت عايز اعمل مع حضرتك مشاركه، يعني واتكلم مع حضرتك. طبعا تفضل، خد راحتك. يعني ما هو الاولى طبعا يعني ان كل انسان يتكلم في تخصصه. طب حضرتك تخصصك ايه؟ الو،
لا انا على فكره يعني انت متعلمه مثلا تعليم عالي، كل الاحترام والتقدير لحضرتك. انا راجل على قد مثلا سواء في العمل او في التعليم، وماله يعني وماله. انا يعني كل بص تعليم اخ محمد، معلش دقيقة واحدة، انت بتسمعني من التلفزيون، فياريت تطفي التلفزيون عشان اعرف اسمعك كويس. لا انا بسمع او انا بسمع حضرتك من على التليفون مش عن مش من التلفزيون. طب اوكي خلاص ماشي، انا سامعة صوتي مرة تانية، مفيش مشكلة. بص قرب من المايك، انا مسافر بره اساسا، قرب من المايك. انا مسافر بره اساسا ومفيش تلفزيون، بتفرج على التليفون. طب اتفضل. اوكي بص، انت بتتكلم عن التخصص، فقول لي انت ايه التخصص اللي عندك عايز تقدمه في هذه الحلقة؟ اتفضل، تقصد انا مش ايه؟ بتكلم على التخصص اللي انا محتاج مش بتكلم على التخصص اللي انا محتاج اقدمه ايوه مبدئيا. يعني انا واحد من الناس عشيرة الجماعة المسيحيين جدا جدا، لان في البلد عندنا في برضو نسبة عالية، وهم ناس لهم كل الاحترام والتقدير قبل اي شيء. ايوه بس انا كنت بتكلم في نقطة واحدة، يعني حضرتك مثلا قريت آية وجبت ايوه منها كلمة، الكلمة مثلا حضرتك بتعقبي عليها. نعم. لا انا ما عقبتش الاول، انا قريت التفسير ومعنى طب ماشي بالمرصاد اكمل يعني كلامي ايه. بعد اذن حضرتك. نعم ماشي اكمل الكلام بعد اذن حضرتك. يعني اتفضل. انت في كلمة قراتيها، انت حضرتك مع احترامي ليك حضرتك مسيحية، تمام؟ بس انا كنت مسلمة قبل كده، بس انا كنت مسلمة قبل كده، ايه انا كنت مسلمة وبقيت مسيحية. يعني حضرتك كنت مسلمة وبقيتي مسيحية؟ ايوه هو حضرتك مصرية أساسا؟ انا مصريه، ما هو باين اهو، يعني أنا مصرية. يعني هجيب منين اللهجه دي لو ما كنتش مصريه؟ لا والله هو باين يعني، بس أنا على فكرة أنا مسافر وقابلت ناس مش مصريين وبيتكلموا لهجة مصرية ممكن أحسن مني ومنك. طب يا محمد بص، عشان يعني انت يمكن ما تعرفش حاجه عن اختباري، لكن انا وعدك انه نحط لك الاختبار اذا كان عندك صفحه على الفيسبوك، او تقدر تبعت لنا رقمك، او ممكن ابعت لك الاختبار على التليفون. اختباري يعني رحلتي مع المسيح، انا كنت مسلمه وتعرفت على المسيح واصبحت مسيحيه. اوكي، فالاسلام من تخصصي، انا عندي فكره كويسه جدا عن طيب الاسلاميات. بس يعني معلش، هو انت حضرتك يعني قلت دلوقتي اللي كانت بتكلم حضرتك قبلي، نعم اللي كانت بتكلم حضرتك قبلي مثلا، هو مبدئيا انا في الكويت مش في مصر يعني، نعم مالها؟ فاللي كانت بتكلم اللي كانت بتكلم حضرتك قبلي قالت لك ان هي كانت خاطية ودعت المسيح انها رب انه يغفر لها، نعم تمام؟ مظبوط. فانا هقول مثلا معلومة صغيرة، هو انا مثلا الاولى يعني ان انا اطيع الابن ولا الاب؟ يعني انت مثلا لو هتسمعي كلام اخوك ولا هتسمعي كلام ابوكي؟ لا بص، الفكرة دي اللي عندك انه هناك فرق بين الاب والابن والروح القدس، دي يعني دي كلها حاجات اتكلمنا فيها قبل كده، ودي فكرة مش حقيقية. المسيحية، في المسيحية نحن نعبد إله واحد، المسيح هو الله الظاهر في الجسد. بص يا محمد، انا يعني شايفة انه عندك اتجاه عايز تفضل. تتناقش وكده، ودي حاجة كويسة جدا، احب اتناقش معاك بعد البرنامج. لو انت شايف اللي انا قلته النهارده شيء مراجعه غلط، او التفسير اللي انا قلته انا جبت تفسير من عندي، يبقى يعني اكتب لي او قول لي انا جبت التفسير ده منين غلط، او انا قريت آية غلط، يعني تقدر تقول تكتب لي والله في الموضوع ده. انا في بداية الامر انا في نعم بداية الامر قلت لك ان انا مثلا تعليمي متوسط، يا تمام؟ يا ويمكن انت حضرتك مثلا بالطريقة اللي انا بسمع حضرتك، فانا بسمع حضرتك من اول الحلقة، يا وده يساعدني. اللي انا شايفه مثلا ان حضرتك قارية نعم وحافظة كتير. يا بس انا ممكن يعني معلش كالاسلوب مثلا مراقب وقاعد زي قافلة معدية مثلا، الاسلوب نفسه يا يعني معلش مع احترامي ليكي
انا ممكن مش متقبله، وانا ايوه ممكن اجيب لك تفصيلك، يعني بص بص تفصيل الكلمه بالظبط بص، لا انا قريت دينا، التفصيل، انا قريت وبعده برد التفصيل من لحضرتك، المراجع يعني انا مش الاسلاميه. هعمل بس خليني مثلا هديك زي اللي كلمه، انتوا بتعملوه. هقول بس كلمه نهائيه يا محمد، لانه فاضل حوالي 5 6 دقائق على الحلقه. فانا سعيده بادبك، طيب اتفضل، ومتاكده انه انت ربنا يخليك. بتتكلم بامانه كانسان بتعبر عن مشاعرك، لاني كنت تمام مسلمه فانا عارفه كويس قوي قد ايه ساعات الكلام اللي بقوله ممكن يجرح قلبك، يعني لاني بتكلم على اله الاسلام كقاطع طريق او كانسان متربص او كشخص متربص للبشر بالشر، وده يجرح القلب. لكن لو كان ليه وزن وحقيقه وانت لم تبحثها بنفسك، هتبقى مشكلتك كبيرة، لأنك هتقف أمام الله الحقيقي وأنت لم تعرفه. خليني أقول لك والله على انا هقول موضوع، لحضرتك معلش برضه على هقول حاجة، كلمة تانية، أقول لك كلمة تانية بس ليك اتفضل. أنت بالذات يا محمد. أنت بتقول أنت إنسان متوسط التعليم، ولكن قلبك وفكرك قيم جدا عند الله، ويستطيع أن يفهم محبة الله ليك. مش مهم التعليم، لكن مهم اشتياقات قلبك إيه، وده اللي علمه لنا ربنا. انا عن نفسي انسانه متواضعه، ما عنديش يعني مواهب كثيره، ولكن اللي اتعلمته تعلمته من محبه الله. اوكي، فانا بصلي ان الله يلمسك ويتعامل معاك بنفس الطريقه. خليني هضطر ان انا اقول لك مع السلامه دلوقتي، لانه فضل على البرنامج دقائق، لكن حضرتك كلمتين بعد اذنك سريعا اتفضل. سريعا. انا برضو يعني انا هبعت لحضرتك تفصيل الكلمة، ويتمنى ان انت تسمعيه. اسمعها، الحاجة ولو التانية كان في حاجة انا ما قلتهاش هقولها على الهوا برضو عشان خاطرك. اوكي ماشي، هو مش حاليا، هو ممكن طيب بكرة هبعته على نفس الواتس اللي حاضر حضرتك اللي انا كلمت حضرتك عليه. ممتاز بس اتمنى يعني انا مش هعمل مثلا زي الناس واجيب صورة حضرتك واطلع اعمل فيديو واقعد اشتم واغلط، انا بتكلم بطريقة مؤدبة. طب فاتمنى كويس ان انا بعد ما حضرتك تتكلمي تتفرجي على الفيديو ترد برضو عليا، ويا حاضر ريت يكون بس مباشر برضو. حاضر بإذن ربنا. أشكرك ماشي يا محمد. طيب خليني اخد مكالمة أخيرة. اوكي معانا الأخ جرجس، أهلا يا أخ جرجس اتفضل. سلام يا أخت أماني، ربنا يباركك ويحافظ عليكي شكرا ويباركك ويديكي نعمة عشان مجيد اسمك. أمين في أنا اسم بس يسوع. عايز أقول حاجة بالنسبة صفات الله في الإسلام: الماكر، القهار، المنتقم، نعم الجبار. نبص في المسيحية، الله عايز الكل، يقول لك الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى وإلى معرفة الحق. معرفة الكل يقبلون. نعم اللي ربنا ادانا المسيح ادى مثلين، نعم مثل الخروف الضال، فضل وقعد يدور عليه في الجبال لغايه لما لقاه، ولما لقاه شال وهو فرحان. نعم ومثل الابن الضال، الابن الضال ده خد فلوسه وراح زنى وسكر وضيعها مع الزواني والخطاه والحاجات. طيب لما رجع ابوه عمل ايه؟ قعد يقول له انت لا بتاع، ادي نتيجه تصرفك، ادي ما حصلش. فبيقول لك ركض الاب، جري ناحيه ابنه وخده وحضنه، نعم وبعدين فرح جدا ودفع العجل المثمن عنه نعم وعمل احتفال عظيم جدا. ولما ابنه الكبير بيقول له انت ازاي ده عمل وعمل وعمل، قال له يا ابني انا كل ما لي فهو لك، لكن ابني هذا كان ضالا فوجد وكان ميتا فعاش، نعم لازم تفرح معايا ان اخوك رجع الموضوع. نيجي أمين. بقى في ايه عندنا موجوده ان غضب الله معلن على جميع اثم وفجور الناس. لاحظ الكلام الموجود، غضب الله الإثم معلن على والفجور، الاثم، نعم هو معلن على الاثم على الفجور. مظبوط، الله بيكره الخطيه لكن بيحب الانسان عايزه يرجع، لان شهوه قلبه
ان الناس كلها تخلص وتعيش وتبقى فرحانه. امين. ده اشكرك يا السبب اخي جرجس. اللي انا لازم الناس تعرفه. معلش انا لازم اخلص لانه فاضل 3 4 دقائق بس. الرب ربنا يباركك. يباركك. انا بس ليا رجاء منك نعم انك تصلي ليا ولاولادي والاحفاد في اسم ده بس يسوع. خلينا يعني نصلي دلوقتي معاك حتى قبل ما في تقفل. صلاتك الخاصه. شكرا يا عم. امين يا رب. انا بشكرك من اجل اخونا جرجس. بصلي يا رب انك تعينه، انك تعين اولاده واحفاده لمعرفه حقك والاستقامه امامك يا رب، ولانه تكون معرفتهم بيك وعلاقتكم وعلاقتهم بيك يا رب شخصيه وقويه ومباشره ومبهجه ومؤثره في المجتمع اللي هم فيه، لانه محبتك يا رب تفيض في وسط هذه العائله وتكون هي الميراث الحقيقي لهذه العائله، انه يكون انت يا رب كل واحد فيهم يقول انه الرب يسوع المسيح هو ميراثنا، هو خلصنا، هو مجدنا. في اسم يسوع اصلي. امين. امين. اشكرك اخويا. في نقطتين مهمين قوي هقولهم بمنتهى السرعه. النقطه الاولانيه انه يعني هل الرقابه والإحصاء اللي بيحصل من هذا الإله، الترصد للإنسان، تحديد أو يعني إنك تقعد تعد له الخطايا بقى بالملائكة، بإنت إنت نفسك كإله، ما تبقى عندك حد عامل كده وإنت قاعد له عمال يعني تعد عليه، يعني فاضل لك ايه؟ مش عارفه كانوا بيقولوا ايه، فاضل لك جره وتطلع بره، يعني انت طول الوقت قاعد متوقع انك هتخرج بره معونه او يعني انك تكون امام هذا الاله. وانا بصلي ان كلكم تخرجوا من امام هذا الاله، لانه ليس الله الحقيقي، هو الشيطان نفسه، واللي مش عايز منكم اي حاجه الا انكم تهلكوا، لانه عارف محبه الله ليكم. صوره الله المنتقم اللي بيخلص مننا الذنب دنيا واخره ده، يعني الشيخ وسيم يوسف ادانا مثل كده، قال لك انت لو دخلت محل وفي كاميرا واحد قاعد مراقبك هتبقى يعني مش هتقدر تسرق، مش هتقدر تعمل حاجه. هل انت تعبد الله او بتعمل الصح علشان الله مراقبك، ولا تحب انك تعمل الصح لان الله غيرك من الداخل ولان كل ما تعمله يمجد اسمه ويمثله؟ هل تستطيع انك تعيش في هذه الحياه مع اله يعدد اخطائك وينتقم منك دنيا واخره، ولا عايز تعيش مع اله عايزك تعيش معاه يعينك في كل خطوه وتقول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني؟ بص كده يعني الايات اللي بيتكلم فيها الكتاب المقدس عن معونه الله. اولا بيقول عنه انه الراعي الصالح، مش كده؟ صح، هو الراعي الصالح. مفيش راعي يبقى عايز يهلك الخراف، بالعكس ده الراعي خاطر بنفسه علشان خاطر الخراف تحيا وتؤدي الدور اللي المفروض تؤديه. الله بيقول كده في الكتاب المقدس: لا تخف لأني معك، لا تلتفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري، لا تخف من وجوههم، الآية الثانية، لأني أنا معك لأنقذك يقول الرب، لا يقف إنسان في وجهك. هذا هو كلام الله لمحبيه، لا يقف إنسان في وجهك لما تكون ابني. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. وهذه هي دعوة الله لك ولك اليوم. قارن هذه المحبة بهذا الإله المترصد. الله يحبك وهذه هي الرسالة. الله يحبك. في اسم يسوع أشكركم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.